بالرغم من تصنيفه عالميا كمنظمة إرهابية، يبقى حزب الله اللبناني ذراعا من الأذرع الإيرانية الممتدة في المنطقة، والتي تمارس الإرهاب بشتى طرقه، والتي برزت مؤخرا في فنزويلا. هذا ما قاله الصحفي اللبناني علي الأمين لأخبار الآن. في فنزويلا ولديه حضور وموجود في هذه المناطق، ولديه علاقات أيضا ممتدة على مناطق عديدة، لا سيما مثلا في واشنطن او في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما تم من خلال كما أشرنا الاعتقالات التي حصلت، تمت الإشارة. ويعتبر تدخل حزب الله، وهو الحليف الثالث لإيران وفنزويلا في عملية التهريب والتجارة الغير مشروعة، بالإضافة إلى تبييض الأموال، بمثابة النائي بالنفس في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، أي أنه يسخر هذه العمليات الغير مشروعة بشتى أشكالها لمكاسب مالية يستفيد منها على حساب دول عديدة في أمريكا اللاتينية. لا شك أن هذا موضوع قديم متجدد، موضوع علاقة حزب الله مع عدد من الدول ومجموعات في أمريكا اللاتينية، وهذا أمر منذ 3 عقود طرح، يمكن في أكثر، في المثلث الشهير بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين، وجرت في فترات متعددة الكثير من عرض التقارير التي تتصل بدور حزب الله في تلك المنطقة، وأيضا في مسألة التهريب ومسألة التجارات غير المشروعة وتبييض الأموال. وهذا ما انعكس على لبنان في فترات سابقة، في سنوات سابقة، وأدى إلى إغلاق بعض البنوك في لبنان بسبب مسألة تبييض الأموال وما شابه من ذلك من أمور اعتبرتها الخزانة الأمريكية مخالفة لقوانينها. وبالتالي أعتقد بالجانب السياسي يمكن أن نتحدث بطبيعة الحال عن إعلان واضح عن تحالف بين إيران وفنزويلا، وحزب الله بالضرورة في هذا الشأن هو أحد الأذرع الإيرانية التي يجري من خلالها بناء علاقات وأيضا توجيه رسائل أمنية وعسكرية وما إلى ذلك على مستويات مختلفة في مناطق متعددة في العالم. بالضرورة أيضا هناك علاقة يعلن عنها بشكل واضح ويدعو إليها أمين عام حزب الله مع فنزويلا، وهو تحدث في الآونة الأخيرة عن الخيار الذهاب نحو الشرق، وذكر فيما ذكر إيران وفنزويلا في سياق محاولة البحث عن مخارج للأزمة المالية الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وهذا كلام له بالدرجة الأولى طابع سياسي أكثر مما هو له طابع اقتصادي، باعتبار هذه الدول لا يمكن أن تقدم حلولا جدية للأزمة اللبنانية. بالتالي العلاقة صريحة وواضحة، وهناك ناقلات نفط وصلت إلى فنزويلا من إيران. الأمر الذي يتصل بموضوع تبييض الأموال وملف المخدرات، كما تعلمون أن هناك العديد من التقارير التي نشرت، وأيضا جرت اعتقالات لأكثر من شخص في أكثر من دولة، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الآونة الأخيرة جرى الحديث أيضا عن بموضوع تهريب المخدرات إلى أمريكا من فنزويلا، وهناك أيضا شخصيات على المستوى السياسي موجودة داخل السلطة الفنزويلية ممن هم معروفون بعلاقات وثيقة مع حزب الله. حزب الله ليس مجرد حركة لبنانية موجودة في لبنان لها دور عسكري وأمني وسياسي، إنما هو منظمة أمنية لها امتدادات في أكثر من دولة، وهو متاح له في بطبيعة الحال أن يكون له، خاصة في الدولة اللبنانية، أن يستخدم المرافق الشرعية وغير الشرعية بأن من خلال طائرات، من خلال ما إلى ذلك، بسبب نفوذه المعروف في لبنان وقدرته على أن يكون حاضرا أو يتصرف بالمعابر الشرعية وغير الشرعية بالطريقة التي تناسبه. وبالتالي هذا يعطيه ميزة، بمعنى أنه في العلاقات التي تجري مع منظمات متعددة على مستوى العالم، ويستطيع أن يقدم خدمات على هذا المستوى ويتبادل هذه الخدمات مع الآخرين.
وهو موجود أيضا من خلال أفراد تابعين له ومؤسسات موجودة في أمريكا اللاتينية، يستطيع أن يحركها من دون أن يكون هو يعني واجهة هذه التحركات. وتحدث عن السبب الرئيسي لتوجه منظمات إرهابية مثل حزب الله إلى تجارة المخدرات، والذي هو بشكل رئيسي الحصول على المال أكثر ما يكون له أبعادا سياسية أو عقائدية. تقديري هو يريد أن يحصل المال، ويريد أن يستفيد من قدرات مجموعات موجودة في دول أخرى أن تقدم له خدمات، يمكن تكون إلى طابع استخباري، إلى طابع أمني، إلى طابع. بالتالي هو يعني يعتبر أن لديه قضية معينة يريد أن يجاوب، وبالتالي هذه القضية تبرر له، وهو يمكن أن يعني يقول في دوائره المغلقة أنه يعني نحن في ظروف استثنائية، وبالتالي يحق لنا أن نتصرف بهذا الشكل. هو لا يمكن أن يعترف بأنه يعني يقوم بتسهيل أو بتجارة تبييض الأموال أو المخدرات، أن يعتبره أمرا مشروعا. هو لا يقر بهذه المسألة ولا يعترف بها ويدينها، ولكن كما يعني هو معروف أن هذا الأمر يخضع لعملية سرية وإدارة سرية وغير معلنة، وعملية التبرير ليست مطروحة، بمعنى أنه لا يقدم تبريرا لهذا الأمر باعتباره أنه لا يعترف. هناك علاقة أول شيء مثل ما قلنا تحالفية مع يعني بين إيران وفنزويلا، والمرجعية الأساسية لحزب الله هي مرجعية إيرانية، وهذا يعلنه حزب الله بشكل واضح ولا يعني يخفيه. بطبيعة الحال دور حزب الله في هذه المنطقة لا يمكن فصله عن نظام المصالح الإيراني، لأنه حزب الله ليس لديه يعني حيز خاص، بمعنى أنه طرف عنده حد من الاستقلالية الذي يتيح له أن يتحرك ويتصرف بشكل مستقل. هذا نتحدث عنه في لبنان، فما بالك في مناطق أخرى في العالم وفي مناطق تخضع يعني الأولويات السياسة الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية هي التي تحدد السلوك والدور الذي يقوم به حزب الله. ولا شك أنه من ضمن عمل الحرس الثوري والجهاز الأمني، وهذا كان معروف منذ نشأة حزب الله من خلال الكثير من العمليات الخارجية التي تمت في إفريقيا والأرجنتين وحتى في أوروبا منذ منتصف الثمانينات ويعني إلى التسعينات وإلى يعني حتى بعد ذلك في بعد 2000، شهدنا كثير من العمليات الأمنية اللي كشفت إلى حد بعيد أن هذه العمليات أيضا كانت بدرجة كبيرة تأتي ضمن تنسيق يعني ضمن إشراف إيراني أكثر مما هو يعني عمليات منعزلة أو منفصلة عن الاستراتيجية الإيرانية أو الإدارة الأمنية الإيرانية للعمل الأمني على المستوى العالمي ضمن سياستها وضمن استراتيجياتها. وبالتالي هذا الأمر فيما يتعلق بكل هذه الأمور غير المشروعة، سواء تبييض الأموال أو المخدرات أو ما إلى ذلك، بالتأكيد هي تتم ضمن آلية تعاون وتنسيق وضمن مكنة واحدة تعطي الغطاء وتعطي أيضا إمكانيات بشكل إنجاح مثل هذه العمليات، سواء كان في فنزويلا أو حتى في غير فنزويلا. وعلى جانب آخر، نفوذ حزب الله في لبنان وكونه شكل دويلة داخل الدولة سهل له أن لا يحصر تجارة الكابتاغون داخل لبنان، بل قام بإيصاله إلى الجارة سوريا مستغلا أزمتها السياسية وانفلات الوضع الأمني فيها، حيث باتت معامل هذا المخدر متواجدة بشكل طبيعي في البلدين. كشف يعني إعلاميا إلى أنه في بعض المتورطين، وفي شقيق أحد النواب حزب الله كان متورطا في يعني من أول من كشف اسم الكابتاغون، لأنه هذا كان يبدو من الصناعات الجديدة وليست قديمة، ووجد معامل لهذه الصناعات في منطقة البقاع. ما في شك أنه بعد الأزمة السورية منذ سنوات انتقل جزء من هذه المعامل وأنشئ معامل تداخلت فيه ليست فقط يعني جهات لبنانية أو حزب الله أو أطراف إلى علاقة بحزب الله أو يشرف عليها حزب الله، إنما أيضا في مساحة كبيرة من السوريين اللي
بدأوا يدخلون في هذه الصناعة الأوكتاجون، مستفيدين بطبيعة الحال من انفلات الوضع الأمني وعدم وجود سلطات فعلية في سوريا، وبالتالي الأراضي السورية صارت مساحة متاحة أكثر من لبنان لإمكانية أن تكون منطلق أو معبر أو مركز لصناعة مثل حبوب الكابتاجون.